السلام عليكم، معكم الأستاذ إبراهيم من قناة بروف 25. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين ديال اللوغاريتم النبيري. إذا تمرين اليوم هو عبارة عن تمرين مكون من جزئين لدينا الدالة جد إكس تساوي جد إكس كاري زائد واحد ناقص إلين إكس. سنقوم بدراستها في الجزء الأول، وفي الجزء الثاني لدينا الدالة إف دو إكس تساوي جد إكس زائد إلين إكس على إكس. إذا بقيت أسئلة الجزء الثاني. إذا دائما فحاولوا تصوبوا التمرين قبل ما تشوفوا الحل. سنبدأ بحساب جي بريم ديال إكس. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لمجموعة التعريف ديال جي بريم اللي هي صفر بلس أنفيني، جي بريم ديال إكس تساوي إذا المشتقة ديال جوج إكس كاري زائد واحد ناقص الألين ديال إكس. اذا غادي نديرو المشتقه ديال جوج اكس كاري، يعني نديرو المشتقه ديال اكس كاري اللي هي جوج اكس. المشتقه واحد صفر، المشتقه ال ان اكس هي واحد على اكس. اذا 4 اكس ناقص واحد على اكس. اذا دائما في الجي بريم في الداله المشتقه كنبسط الكتابه. اذا غادي نوحد المقامات، المقام الموحد هو اكس. إذن غيكون عندنا 4 إكس كاري، غادي نضربو في إكس في البسط وفي المقام، وبعد ذلك غادي نحاولو إذن نديرو الفرق 4 إكس كاري ناقص واحد على إكس. إذن هذه هي الدالة جي بريم. طلبوا مني ندير دراسة تغيرات الدالة ولا نحدد جدول تغيرات الدالة. إذن باش نحدد جدول التغيرات خصني نحدد جي بريم، يعني نحدد الإشارة ديال جي بريم. إذا جي بريم تساوي ماذا؟ تساوي 4 إكس كاري ناقص واحد على إكس. إذا إكس عدد موجب، إذا كيبقى لي الإشكال في 4 إكس كاري ناقص واحد. إذا إشارة جي بريم هي إشارة البسط، هي إشارة 4 إكس كاري ناقص واحد. إذا خصني نحدد الإشارة ديال 4 إكس كاري ناقص واحد. إذا غادي عندي معادلة من الدرجة الثانية، غادي نحل هذه المعادلة. 4 إكس كاري ناقص واحد، إذن هي 4 إكس كاري، غادي ندي الواحد للطرف الثاني. من بعد غادي هي 4 هي إكس كاري نقسم على 4. إذن إكس كاري تساوي واحد على 4، يعني أن إكس تساوي الجذر ديال واحد على 4 اللي هو واحد على جوج، أو إكس تساوي ناقص الجذر ديال واحد على 4 اللي هو ناقص واحد على جوج. يعني المعادلة تقبل حلان. إذا نديرو الجدول إشارة 4 إكس كاري ناقص واحد، كتنعادل في واحد على جوج وفي ناقص واحد على جوج في واحد على جوج. إذا خارج الجذرين إشارة أ، إذا إشارة أ موجبة، إذا زائد داخل الجذرين عكس إشارة أ. في مجموعة التعريف نحن نهتم بالمجال صفر بلس أنفين، إذن غنهتمو غير بهذا الجزء هذا من جدول الإشارة. بالتالي جدول التغيرات، إذن جدول تغيرات إف سيكون على هذا الشكل. إذن إف بريم ديال إكس، إف ديال إكس. إذا مجموعة التعريف صفر بلس أنفيني، دل إف بريم تنعدم في واحد على جوج، دل غير معرفة في الصفر. إذا إف بريم جدول الإشارة ديالها هو هذا الجدول، هذا هو الجزء هذا، لأن عندها نفس الإشارة مع 4 إكس كاري ناقص واحد، إذا ناقص زائد. إذا الدالة تناقصية وتزايدية على المجال واحد على جوج بلس أنفين، هنا جي ديال بريم ديال إكس، جي ديال إكس. إذا هنا جي ديال واحد على جوج.
إذا جيت واحد على جوج غادي نحسبوها، غادي نعوضو في الدالة، هي جوج في واحد على جوج الكل أو كاري زائد واحد ناقص الآلان واحد على جوج. إذا جوج في واحد على جوج أو كاري هي واحد على أربعة، جوج في واحد على أربعة هي واحد على جوج، هذا اختزال، زائد واحد ناقص الآلان ديال واحد على جوج هي ناقص الآلان ديال جوج. إذا واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة على جوج، إذا ثلاثة على جوج زائد الآلان ناقص مع الناقص زائد الآلان ديال جوج، إذا ثلاثة على جوج زائد الآلان ديال جوج. لنستنتج أن جي ديال إكس ما يكون إكس كنتامي لإر بلوس إيطوال، جي ديال إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا لنستنتج من السؤال السابق، إذا في جدول الإشارة شنو لقينا؟ لقينا بأن الجد واحد تمثل، أو الجد واحد على جوج تمثل قيمة دنيا. ما معنى قيمة دنيا؟ إذا لدينا جي ديال واحد على جوج قيمة دنيا للدالة جي ديال للدالة جي. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لآر بلوس إطوال، جي ديال إكس كتكون دائما أكبر من القيمة الدنيا، أكبر أو تساوي من واحد من جي ديال واحد على جوج. إذا جي ديال إكس أكبر من القيمة ديال الجد واحد على جوج اللي هي ثلاثة على جوج زائد الآلان ديال جوج، وهذه القيمة أكبر قطعا من الصفر. إذا الجي ديال إكس أكبر قطعا من الصفر ما يكون إكس تنتمي إلى إر بلوس إطوال. الجزء الثاني من التمرين هو غنبداوه بحساب ليميت ديال اف لي اكس بلس انفيني، وكذلك الليميت ديال اف لي اكس زيرو بلس. اذا الليميت ديال الداله اف لي اكس اللي هي جوج اكس زائد الالين ديال اكس على اكس، اذا التعويض المباشر جوج اكس تؤول الى بلس انفيني، الين اكس على اكس هذا الشكل، هذه نهاية مرجعية إذا تؤول إلى صفر، وبالتالي فالنهاية هي بلوس الانفيني. دائما ندير التبرير لأن الليميت ديال ln x على x بلوس الانفيني تساوي صفر. بالنسبة لليميت ديال f x زيرو بلوس هي الليميت ديال جوج x زائد ln ديال x على x زيرو بلوس. إذا نديرو التعويض المباشر، جوج إكس تؤول إلى صفر، الآلان ديال زيرو بلوس هي موال لانفيني على زيرو بلوس. إذا موال لانفيني على زيرو بلوس راه هي بحال لي موال لانفيني في واحد على زيرو بلوس، واحد على زيرو بلوس راه هي بلوس لانفيني. إذا موال لانفيني مضروبة في بلوس لانفيني تساوي ماذا؟ موال لانفيني. إذا هذه النهاية ديالها كتساوي لنا ناقص لا نهاية. إذا لأن الليميت ديال ln x زيرو بلس هي ناقص لا نهاية، والليميت ديال x في زيرو بلس هي زيرو بلس. السؤال الموالي لنبين أن دلتا المستقيم دلتا مقارب مائل. إذا هذا السؤال هذا يمكن لي نجاوب عليه بطريقتين، الطريقة الأولى أنني نقلب على المقارب المائل، والطريقة الثانية أنني ندير الفرق، يعني نحسب النهاية ديال الفرق ديال إف لي إكس ناقص إكريك أي ناقص جوج إكس، ونلقى هذه النهاية كتساوي صفر، وهذه أسهل طريقة. إذا ليميت ديال اف لي اكس اللي هي جوج اكس زائد ln اكس على اكس ناقص جوج اكس زائد لا نهاية،
جوج إكس ناقص جوج إكس، إذن يتبقى ليميت ديال ألان إكس على إكس بلس لانفيني، وهذه نهاية مرجعية إذن تساوي صفر، وبالتالي دلتا المستقيم دلتا للمعادلة ديالو إكري كتساوي جوج إكس مقارب مائل لسقف بجوار زائد لا نهائي. الآن دابا الوضع النسبي، إذا الوضع النسبي غنشوفو، يعني الوضع النسبي ديال دلتا و السقف، يعني فوقاش يكون، يعني المجالات اللي كيكون فيها السقف فوق دلتا وكذلك العكس. إذا لدراسة الوضع النسبي ندرس إشارة الفرق، الفرق ديال اش ديال اف لي اكس ناقص المعادلة ناقص إيكغيك، يعني ناقص جوج إكس. إذا غادي نحاول نحسبو الفرق وندرسو الإشارة ديالو. الفرق حسبناه في السؤال السابق ولقيناه كيساوي الألين ديال إكس على إكس، إذا خصني ندرس الإشارة ديال هاد الفرق هذا. إكس موجبة، إذا كيبقى لي إشارة الفرق هي إشارة ألين إكس، إذا إشارة إف لي إكس ناقص جوج إكس هي إشارة الألين ديال إكس، والألين ديال إكس خص الجدول ديالها يكون مفهوم ومعروف. إذا الألين ديال إكس كما قلنا في الدرس، إذا معرفها من زيرو لبلوس أنفيني كتنعدم في الواحد. إذا هنا عندنا على اليمين الواحد عندنا زائد، وعلى اليسار عندنا ناقص، إذا هذا الجدول خصو يكون معروف. وبالتالي غادي نحدد، وبالتالي إشارة الفرق غادي ندير واحد الجدول غادي نديرو فيه، إذا هنا الوضع النسبي أو إشارة أو إف لي إكس ناقص جوج إكس، وفي الخانة ثانية غادي نديرو الوضع النسبي لسقف ودلتا. إذا إف لي إكس ناقص جوج إكس، إذا هنا عندنا بلوس هنا كاين موان، إذا إف لي إكس ناقص جوج إكس كتنعدم في الواحد، وبالتالي في الناقص يعني ملي كتكون إف لي إكس ناقص جوج إكس سالبة كيكون عندنا سقف تحت دلتا، ملي كتنعدم كيكون عندنا سقف يقطع دلتا، إذا سقف يقطع دلتا في النقطة واحد إف ديال واحد، واحد إف ديال واحد. مي كيكون عندنا موجب كيكون عندنا سقف فوق، يوجد فوق دلتا. طبيعة حال الجدول هذا غنحتاجو في الإنشاء الهندسي. السؤال الموالي بين أن اف بريم ديال اكس تساوي جي ديال اكس على اكس كاري لكل اكس من زيرو بلس انفيني، إذا غنحسب الدالة المشتقة، إذا اف بريم ديال اكس تساوي المشتقة ديال جوج اكس زائد الألين ديال اكس على اكس، إذا المشتقة ديال جوج اكس هي جوج زائد المشتقة ديال ألين اكس على اكس، ألين اكس على اكس مكتوبة على شكل U على V، يعني دالة على دالة، المشتقة ديال دالة على دالة هي U بريم V ناقص V بريم U على V كاري. كاين البعض اللي كيمشي كيدير ألين اكس بريم على اكس بريم، هذا خطأ. إذا جوج زائد، إذا الألين بريم ديال اكس مضروبة في اكس، أو نديرو الأقواس، ناقص
اكس بريم مضروبة في الالين ديال اكس على اكس كاري، اذا جوج زائد المشتقة ديال الالين اكس هي واحد على اكس، اذا واحد على اكس مضروبة اكس ناقص المشتقة ديال اكس هي واحد ناقص الالين ديال اكس على اكس كاري. واحد على اكس في اكس هي واحد، اذا ممكن نكتبو واحد مباشرة. اذا وحدو المقامات، عندنا المقام واحد هو اكس كاري، اذا غنضربو في اكس كاري، يعني جوج اكس كاري على اكس كاري زائد واحد ناقص الالين ديال اكس على اكس كاري، اذا تساوي ماذا؟ تساوي جوج اكس كاري زائد واحد ناقص الالين ديال اكس. اذا هذا التعبير اللي عندي في البسط راه هو التعبير ديال جي ديال اكس، وبالتالي تساوي جي ديال اكس على اكس كاري. السؤال الموالي اعطي جدول تغيرات الدالة اف. اذا لقينا بان اف بريم ديال اكس كتساوي جي ديال اكس على اكس كاري، وكذلك لدينا حسب السؤال واحد جوج لقينا بان جي ديال اكس كتكون موجبة قطعا على المجال 0 بلس انفين، وبالتالي ف اف بريم ديال اكس موجبة قطعا لما يكون اكس كتنتمي للمجال 0 بلس انفيني، اي ان الداله تزايديه على المجال 0 بلس انفيني، اذا الداله غير معرفه بالصفر. اف بريم ديال اكس اف ديال اكس اذا تزايديه يعني زائد، اذا الداله تزايديه على هذا المجال. اذا النهايه ديال اف زيرو بلس لقيناها هي موال لانفيني، والنهاية في بلس انفيني لقيناها هي بلس لانفيني. اخر سؤال هو انشاء السي ديال اف، اللي هو السؤال اللي تلخصوا فيه اسئلة ديال التمرين. اذا اول حاجة، اول خطوة هي انشاء واحد المعلم متعامد ممنظم، ثاني خطوة هي انشاء الممارسات او المقاربات اللي كانت عندي. اذا حنا بالنسبه لنا لقينا كان عندنا واحد المقارب مائل للمعادله ديالو يجري كتساوي لنا جوج اكس، اذا هذا هو المستقيم دلتا، وكذلك انشاء نقطه التقاطع ديال دلتا والسي اف اللي كانت هي النقطه واحد اف ديال واحد، واف دي واحد اللي حسبناها غنلقاو هي جوج، إذن واحد جوج. كذلك ضروري نستعنو بجدول تغيرات الدالة اف، إذن عندنا اف دو اكس لقيناها على المجال زيرو بلس انفيني، الدالة تزايدية من موال لانفيني حتى بلس انفيني، إذن المنحنى، إذن المنحنى في هذا المكان هذا كيكون عندنا اكس كتساوي زيرو كمقارب للمنحنى صفر، اذا مقارب منحنى تطلع مقارب اكس كتساوي صفر، اكس كتساوي صفر هو هذا المستقيم هذا هو محور الاراضي، اذا يعني المنحنى غيطلع مقارب المحور الاراضي، وكذلك المنحنى يوجد تحت دلتا، اذا كيتقاطعوا في هذه النقطه هذه اللي هي واحد جوج، ومن بعد المنحنى عندنا مقارب للمستقيم الذي معادلته يكري كتساوي لنا جوج اكس، اذا كيمشي مقارب ليه يعني تيمشي قريب ليه بهذا الشكل هذا. اذا هذا هو منحنى الدالة اف.